تقارير عديدة تحذر من خطورة الملء المتوقع لسد النهضة. هناك تقارير بتشققات وأزمات ومشاكل قد تؤدي إلى انهيار السد. أين صحة هذه المعلومات ومدى صحتها على أرض الواقع؟ وهل حقا يمكن أن نواجه بكارثة لا تقل خطورتها عن كارثة ليبيا؟ هذه الأسئلة المطروحة يشرفنا أن نطرحها اليوم على الأستاذ الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك أستاذ مصطفى. دعني أولا الحقيقة أسألك السؤال الذي بات يقلق الشارع المصري والسوداني على السواء، هل بالفعل يمكن أن ينهار هذا السد الذي قيل أن هناك دراسات علمية عديدة تمت قبل إنشائه؟ هو الحقيقة احنا تحدثنا عن سد النهضة. نعم. من حيث مكان إنشائه جيولوجية إثيوبيا من 2010 وليس الآن. نعم. وكتبنا عن إثيوبيا في 2010 عن الطبيعة الجيولوجية لإثيوبيا والمشاكل الموجودة بها وأن هناك مخاطر شديدة على سد النهضة، ولكن جاء الحديث الآن يعني أكثر بمناسبة طبعا انهيار بعض السدود كما حدث في ليبيا، بالإضافة إلى أن سد النهضة بالفعل دخل دائرة الخطر. نعم. لأن التخزين هذا العام كان حوالي 24 مليار متر مكعب، وهذه كمية كبيرة للغاية، بالإضافة إلى 17 مليار من السنوات الثلاث الماضية، فأصبح الإجمالي 41 مليار متر مكعب الآن. هذه سعة ضخمة جدا. احنا لما نشوف الصين، أكبر سد في الصين أو في العالم لتوليد الكهرباء هو سد الممرات الثلاث، بيخزن 44 مليار، يعني أصبح شبيه بالسد في الصين. والسد في الصين في رعب شديد، كان من حوالي سنتين كان فيه أمطار غزيرة وملئ الخزان وكان فيه احتمال أن ينهار السد، فالصين كانت مرعوبة وشكلت لجنة لمراقبة السد حتى الآن، وبالتالي هذا يشكل رعب شديد. الآن سد النهضة الغير مكتمل ساعته الآن بساعة سد الصين، فالساعة خطيرة. وإحنا نادينا قبل كده من 12 سنة أو أكثر من 12 سنة، لكن ما كانش في حد متخيل خطورة السدود، لدرجة أن بعض المتخصصين في مصر وكبار المتخصصين كان بيقول هو في سد بينهار، والحقيقة هناك مئات السدود على مستوى العالم عرضة للانهيار. وشفنا الأمم المتحدة في الأيام السابقة إنها قلقت بسبب حدث في ليبيا وطالبت بمراجعة جميع السدود على مستوى العالم للتأكد من سلامة هذه السدود، لأن غالبا السدود بتبقى منشأة وبعدها فيه ملايين السكان عايشين. والحقيقة في البعض لما بنتكلم على سد النهضة أو غيره، وخصوصا عندما تنشأ السدود في مناطق خطرة جيولوجيا، يبقى هنا الكلام، لأن مش كل المناطق زي بعضها. احنا في الجيولوجيا في حاجة اسمها يعني جيولوجية السدود، بمعنى احنا بندرس المنطقة قبل ما ننشئ السد، هل المنطقة تصلح لإقامة سد أم لا، وهناك عوامل عديدة، منها هل في فوالق في المنطقة بحيث انها ممكن يحصل زلازل، هل لما يحصل تخزين هل الأرض فيها تشققات كبيرة بحيث ان لما البحيرة تتكون المياه تتسرب في الأرض، لان بعد كده هيبقى احنا ما عملناش حاجه لما نخزن ميه ونلاقيها هربت. فبالتالي هذه المنطقه ممكن نقول لا، هذه المنطقه لا تصلح لاقامه سدود، او تصلح بس بشرط ان السد يكون مواصفاته لها مواصفات محدده. فسد النهضه وهو احد تصميمات الدراسات الامريكيه سنه 64، وهذه الدراسه كانت من 58 لسنه 64، ست سنوات، مكتب الاستصلاح الامريكي بيدرس في إثيوبيا لإقامة سدود لعدم وصول مياه النيل إلى السد العالي اللي كان فيه خلافات مع أمريكا. صحيح. فهذه دراسة أمريكية، ولكن في التصميم الأمريكي كان سد النهضة، وكان اسمه أيامها سد الحدود، يخزن 11 مليار متر مكعب، ولكن رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق زيناوي أراد أن يكون زي الرئيس عبد الناصر، عايز سد يكون أكبر سد في القارة الإفريقية، اسمه يقترن بهذا السد ويخلد اسمه، وأراد طلب من المهندسين
ان ال 11 مليار لا ده سد هيبقى صغير، 11 مليار وعايز سد كبير. وبالفعل استطاعوا ان هم يصلوا بالمواصفات الى 74 مليار متر مكعب. صحيح. وهذا اضطرت اثيوبيا الى اقامه سد اخر لكي تصل الى هذه السعه. السد الاخر هو اسمه سد السرج او السد المكمل، وهذا بيغلق وادي قريب، لان لما المياه بترتفع لو السد عالي اكتر من اللازم المياه هتدخل وادي وترجع تاني للنهر من خلف السد. فكان لابد من غلق الوادي. واصبح سد النهضه سدين. والظروف الجيولوجيه في اثيوبيا احنا ممكن نقولها، لان في البعض بيقول طيب ما هو الكلام ينطبق على السد العالي بالظبط. فلا السد العالي في ظروف من ناحيه يعني لما جيولوجية. نتكلم لما نتكلم على الظروف الجيولوجيه في اثيوبيا ونقارنها ونشوف هل نفس الظروف موجوده في مصر ولا لا. لما نشوف اثيوبيا، اثيوبيا فيها اكبر فال على سطح الارض وهو الاخدود الافريقي العظيم. هذا الفالق ده طوله 7000 كيلو متر، جاي من موزمبيق جنوبا وممتد قاسم شرق افريقيا وقاسم اثيوبيا نصفين وعامل البحر الاحمر، ثم ممتد في خليج عندنا خليج العقبه والبحر الميت ووصل لتركيا. فهذا هو الفالق، ده الاخدود الافريقي. هذا الفالق نشط جيولوجيا خاصه في منطقه اثيوبيا لانه قاسمها نصفين، خرجت منه البراكين. هذه البراكين مجموعه ضخمه جدا من البراكين كونت الهضبه الاثيوبيه. فاثيوبيا كلها براكين قديمة وجبال بركانية يصل ارتفاعها إلى 4600 متر فوق سطح البحر. فجبال شاهقة بتسقط، هذه الجبال خلقت نظام مطري فريد على مستوى العالم، أن هناك كميات كبيرة من المياه من مياه الأمطار وتسقط في فترة زمنية قصيرة اللي هي شهر 8 و9. هذه في الأمطار إثيوبيا كلها. بعد كده الأمطار بتنعدم تماما والإثيوبيون بيعانوا في الحصول على المياه في بقية السنة، بمعنى أن هم الدولة اللي بيجي منها نهر النيل بنسبة 85% ولكن عندهم المياه في شهور الصيف فقط وبقية السنة بيبقى جفاف شديد، ده بسبب النظام المطر. ففي شهور الصيف أمطار غزيرة لدرجة أن ممكن في أغسطس بيأتي في اليوم الواحد ما يقرب من مليار متر مكعب عن سد النهضة. كمية ضخمة جدا. احنا بنشوف سدود يعني لما نقول في ليبيا ده السد بيخزن مليون متر مكعب، احنا هنا بنقول بيجي مليار متر مكعب وجاي بقى من الجبال من قمم الجبال والقمم البركانية الجبال البركانية. هذا النوع من الصخر ضعيف ويتحلل بمياه الأمطار، بمعنى ان هو بيكون لما بيتحلل بيكون طمي. ويمكن من حظنا لأن مياه الأنهار اللي بتأتي من إثيوبيا مملوءة بالطمي، وده الطمي اللي جه ترصف في مصر وعمل لنا الأرض الزراعية. كل الأراضي الزراعية في مصر منقولة من الصخور البازلتية الموجودة في إثيوبيا. ولو كان أي نوع آخر من الصخور ما كانش هيبقى فيه في مصر الأرض الزراعية. فإذا الصخور ضعيفة بتتحلل واندفاع المياه من قمم الجبال ده قلنا القمم يعني بنتكلم في أكتر من 4000 متر عن سد النهضة، والتشققات الموجودة ومنطقة إثيوبيا هي من أنشط المناطق النشاط زلزالي في القارة الإفريقية. وبالتالي هنا والانحدارات لما نتكلم بقى المياه جاية من جبال من 4000 متر إلى سد النهضة عنده 500، فإذا احنا بنتكلم 4 كيلو فرق في قوة المياه مندفع وجاية بالأمطار في إثيوبيا رخات قوية وليست أمطار عادية. فالمياه جاية من أعلى الجبال بقوة شديدة محملة بالصخور والطمي، والصخور والطمي بتزيد المياه قوة، وده اللي يمكن في ليبيا اللي عمل المشكلة أكتر، إن المياه بقت محملة بطمي وصخور في الوادي. كل هذه العوامل متوفرة في اثيوبيا. واحنا اللي شفنا من اثيوبيا نفسها في على نهر عطبره كان في سد اسمه سد تاكيزي في افتتح في 2009. هذا السد حصل فيه فيضان 2006 ومات فيه 47 واحد من عمال الشركه منهم 3 صينيين. ده في 2006.
في ايضا مشروع اخر على احد الانهار الاثيوبيه، واللي كان بيعمله نفس الشركه اللي بتبني سد النهضه دلوقتي اللي هي شركه سالين الايطاليه. اللي حصل فيه هذا النفق ان حصل انهيار مرتين اثناء البناء، وافتتح في 13 يناير 2010 يوم 23 يناير في نفس السنه، يعني بعد الافتتاح ب 10 ايام حصل انهيار اخر. وبالتالي هنا البيئه الجيولوجيه صعبه جدا. فاحنا بنقول حتى لو السد معمول بطرق جيده لكن الظروف الطبيعيه اقوى من الانسان. احنا شفنا زلزال المغرب كان كان قوي بحيث ان وزلزال تركيا وشفنا ما حدث في ليبيا بحيث ان الانسان يعني ممكن ما يقدرش يواجه الطبيعه في بعض الاوقات، وشفنا اليابان 2011 اليابان اللي بتستعد للزلازل، لكن هيجي وقت ان الزلزال لو قوته مثلا تعدت 8 9 يبقى الانسان بيقف خلاص، انتهى، يقف عاجز تماما حتى لو كانت اليابان نفسها. فشفنا اليابان والتسونامي اللي حصل شال كل شال مين اللي يضمن لنا بقى ان ما يحصلش فيضان شديد على سد طب ماذا اذا حدث؟ اذا حدث فهناك يعني طوفان شديد جدا يمكن لم تشهده البشريه قط. لان احنا بنتكلم دلوقتي في الوضع الحالي 41 مليار. العام القادم مش عارفين التخزين هيبقى كام. هو الحجم ربما 74 مليار. يعني لو وصل ل 74 مليار حتى لو بساعته الحاليه لو 40 مليار، احنا لما نشوف السدين في ليبيا 1 مليون متر بالزبط. مكعب، والثاني 27 يعني الاثنين 8 وعملوا الكارثه دي 28 مليون، يعني سد النهضه قدهم الاثنين 3000 مره. وشفنا ايه اللي حصل. سد النهضه بيعلو الخرطوم ب 350 متر. خزان ضخم يعني هينهيها، وبالتالي ده احنا ده قنبله، يعني احنا بنقول القنبله النوويه بتبقى محليه ولها اثر فيما بعد، اما لما يحصل طوفان من انهيار سدود مفيش منه يعني فرار. احنا شفنا المياه اللي جايه من ملايين الامطار المكعبه في ليبيا ازالت احياء بالكامل، وشفنا عمارات بالكامل نزلت بما فيها داخل البحر حاليا، وقد يصل الى مصر في حال حدوث هذا. هنا 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 لا قدر الله جثث السودانيين هتصل الى السد العالي. فاحنا الخطوره الشديده على السودان. اما بالنسبه لمصر الامر يتوقف على مدى التخزين في السد العالي وقت الانهيار. لو السد العالي غير مكتمل الخزان يستطيع ان يستوعب كل الكميه بسهوله جدا ومفيش اي مشاكل. لو كان في حتى نصه او ثلاث ارباعه يستطيع ان يستوعب كل المياه. هذه يعني هي عظمه فلسفه السد العالي. السد العالي يعني ده اعظم مشروع، يعني عبد الناصر كان يفكر بشكل استراتيجي للامام. الحقيقه احنا وفقنا تماما الى ابعد الحدود لدرجه ان اختير السد العالي كواحد من احسن 10 مشروعات في العالم في القرن العشرين. الله. اللي افادت البشريه. الله. يعني هنا افادت البشريه مش المصريين. يعني دي رسالة لكل الذين يهاجمون عبد الناصر وكل الذين يقولون ان عبد الناصر خربها. لولا عبد الناصر كان زماننا الطوفان قد اكتحنا. لولا السد العالي هذا العام نعم لتوقفت كل اراضي زراعية في الوادي والدلتا. نعم. لان 24 مليار تم حجزهم. الله. ولكن يعني في جزء منهم هيجي الايام القادمة، ولكن الان احنا امام ان النيل الازرق لم يأتي منه مياه حتى اليوم. وبالتالي هذه المياه بتروي معظم الاراضي الزراعية. فكانت هتتوقف في الاراضي الزراعيه. ايضا ال 17 مليار اللي اتخزنوا الثلاث سنين اللي فاتوا ده كان بيرووا اكثر حوالي 4 مليون فدان. كانوا هيتوقفوا تماما على الزراعه، لان احنا قبل السد العالي كنا بنستقبل المياه لتروي الحقول مباشره. فدلوقتي لما المياه تحجز معناها ان الحقول ما تلاقيش مياه للري. فلولا السد العالي هذا العام والسنوات السابقه، لولا السد العالي في الثمانينات واحنا شفنا 7 سنوات عجاف لكن لم يشعر بهم اي مواطن مصر. من سنه 81 ل 87 لدرجه ان كنا بنسحب بنعوض النقص كل سنه من المخزون لدرجه ان باقي حوالي 3 امتار فقط. ونصل الى المنسوب اللي يقف عنده السد العالي. ربنا ستر، وفي السنه الاخيره سنه 88 جاء فيضان هو الاقوى. صحيح. حتى الان. صحيح. ويمكن ربنا احنا كنا طبعا في السنوات الثمانينات كنا بنقول بندعو ربنا ان يعني يزيد الامطار في الهضبه الاثيوبيه وغيرها،
وما كناش نعرف ان ربنا يعني عمل لنا السنوات دي بيفضي السد العالي. نعم. لاحظ ان في السنوات دي سحبنا من السد العالي الرصيد. وجه في 88 لولا ان السد العالي كان فارغ كانت حصلت مشكله في السد العالي، لو كان في نصه او مليان وجه هذا الفيضان سنه 88 هيبقى مشكله كبيره جدا. فربنا يعني احنا ما كناش نعرف الخير ده ساعتها. سبحان الله. فسحبنا طول السنوات السبع في الثمانينات، وفي 88 جاء الفيضان قوي جدا وكميات كبيره ملأت السد العالي مره اخرى. ولولا السودان ما زال حتى الان يتذكر هذا الفيضان. اذا شفنا السد العالي في سنوات الجفاف عمل ايه؟ وفي سنوات الفيضان، واحنا لولا السد العالي كنا غرقنا السنين الاخيره. في ثلاث سنوات الاخيره الفيضان فيهم مرتفع، فاحنا السد العالي احنا هنتكلم من هنا لبكره على السد العالي. لما نقول ان اول ما اشتغل السد العالي انار كل محافظات مصر. صحيح. من كهربه السد العالي. صحيح. ولما اشتغل كهربه السد العالي كانت تقريبا ضعف كهربه مصر في ذلك الوقت. يعني تخيل مره واحده نضعف الكهرباء، انتاج من مشروع واحد وطاقه نظيفه وغير مكلفه، وهي اللي ادارت المصانع. صحيح. في نجا حمادي ومصنع حلوان ومصانع الغزل والنسيج وغيره وغيره، هو اللي خلى مصر كلها امنه من الفيضان. يعني طول بطول النيل والدلتا ما كانش حد يجرؤ يروح يبني على كورنيش النيل. احنا دلوقتي شايفين كورنيش النيل واللي عنده متر على الكورنيش يبقى شكله ايه. ده كانت اقل اراضي في الماضي، كانت اقل الاراضي لان هي اللي بتغرق سنويا. وايضا الجزر اللي داخل النهر، الجزر والزمالك والوراق وغيرها وجزيره الذهب والجزر في مدن الصعيد كلها، هذه الجزر كانت مناطق تقريبا تحت الميه على طول. فبالتالي كانت مناطق خطره. خلى في امان كل الكرة المصرية، ما كانش فيه. صحيح. ما كانش فيه بيت في الكرة المصرية يبنى بالمسلح. لأن الفيضان لما بيجي بيهد الكل. فدلوقتي لا، كل الكرة دلوقتي ما فيش بيت إلا بيبنى بالمسلح، لأن صحيح. أمنوا مخاطر الفيضان ومخاطر الجفاف ومخاطر سد النهضة. لولا السد العالي ما كناش هنبقى، لأن دلوقتي إثيوبيا بتقول لا ما أنتوا كويسين، لدرجة إن هم لما حجزوا 24 مليار بيقولوا طب ما انتوا كويسين اهو ما حصلكوش حاجه. لا، هو في حاجه، في فرق. ال 24 مليار متر مكعب دي كميه ضخمه، دي 45% من حصه مصر. ولولا وجود السد العالي كنا بالفعل كان بقت حصلت مشاكل كبرى. ولكن احنا قدرنا ان احنا يعني نعوض ببعض المشروعات اللي ساعدت في وجود احتياطي مائي في السد العالي. يعني لولا ان احنا برضو بنعيد استخدام مياه الصرف الزراعي وعملنا محطات لمعالجة المياه، دي وفرت كل مليار بنعالجه هو بيتوفر في السد العالي. لما بنحدد مساحة الأرز، طب احنا كده برضو وفرنا مياه، ولو زرعنا كان هيبقى في دخل أكبر وهكذا. فالمياه الموجودة في السد العالي اللي هي بتعوضنا دلوقتي، هذه ليست مياه مجانية، لا، الدولة دفعت فيها أموال طائلة في المشروعات اللي قامتها وتبطين الترع والصوب الزراعية وغيره وغيره. فإثيوبيا شايفة بقى وكأن الضرر لما الإنسان المصري يموت، وده هذا لن يحدث أبدا. إن طيب. الإنسان المصري يعطش أو يتوقف إيراد زراعي عن الزراعة بسبب نقص المياه، بسبب سد النهضة أو غيره. طيب أستاذ دكتور، ناخد تقرير لحزب حماة وطن عن المخاطر والتحديات التي تواجه مصر في الوقت الراهن. تقرير ثم نعود إليكم. مؤتمر جماهيري حاشد نظمه حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية للإعلان عن دعم ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية وتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك بحضور عدد كبير من قيادات وأعضاء اللجان المختلفة بالحزب بالمحافظة. اليوم نجتمع لهدفين لا ثالث لهما: تأكيد التكليفات ومراجعة تنفيذها، والحرص على تطوير الأداء. أما هدفنا الثاني هو تأكيد الحزب على دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. النهاردة المؤتمر بيأتي في وقت حرج وحساس، ويأتي المؤتمر لمراجعة القواعد التنظيمية والإجراءات التنظيمية اللي اتخذها الحزب لدعم السيد الرئيس في انتخابات الرئاسة،
وبالتالي هناك مراجعة للحزب ولكوادر الحزب وللكوادر التنظيمية لتأييد هذه المبادرة. اللجنة بتعتزم في الفترة المقبلة نشر الوعي والثقافة التي من شأنها أن ترفع من ذوق المواطن. المؤتمر شهد أيضا الإعلان عن خطة الحزب بالمحافظة في الاستعداد لحملة انتخابية لدعم الرئيس السيسي وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوضيح أسباب ورؤية الحزب في دعم الرئيس السيسي، حيث أكد الأعضاء على أن هذا المؤتمر يأتي تأكيدا على جهود الرئيس بتحقيق الأمن والاستقرار ودعم المبادرات التي نقلت المواطنين نقلة نوعية في المشروعات المجتمعية المختلفة. حزب حماة الوطن طبعا داعم رئيسي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما أنجزه من مشروعات، وحطينا على مصاف الدول بالمشروعات اللي احنا كنا شهود عيان عليها. الحقيقة احنا ده مؤتمر تنظيمي لحزب حماية الوطن لدعم ان احنا نعلن تأييدنا ودعمنا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحزب حماية الوطن من أول الأحزاب اللي كان دورها واضح وعلن دعمها لسيادة الرئيس. المؤتمر شهد حضورا كبيرا لممثلي القبائل العربية والبدوية بغرب الإسكندرية ومطروح للإعلان عن دعمهم للرئيس السيسي، مؤكدين أهمية المشروعات التي تمت بمناطق القبائل. احنا جينا النهاردة داعمين فخامة سيادة الرئيس بكل ثقة وبكل حب، لانه طبعا سياده الرئيس طبعا اللي عمله في مصر ما اتعملش نهائيا ولا كان حتى اساسا انه يتعمل ولا بعد 100 سنه، لكن سياده الرئيس طبعا بكل قدراته الحكيمه فالحمد لله رب العالمين مصر يعني اتغيرت جدا. احنا يعني بندعم الرئيس يعني اول احنا بالنسبه لنطاق غرب الاسكندريه اللي هي نطاق جغرافي يعتبر ما بين محافظه مطروح ومحافظه اسكندريه، فاحنا بالنسبه لنا الوضع مع سياده الرئيس اتغير 180 درجه بالنسبه للخدمات عندنا من تطوير الوحدات الصحيه ببناء المراكز الشبابيه في مدينه برج العرب وفي منطقه ابو صير خاصه، المشاريع القومية اللي موجودة عندنا حاليا في الساحل وإن شاء الله هتتيح فرص عمل كتير جدا للشباب. المؤتمر يأتي ضمن سلسلة لقاءات جماهيرية يعقدها حزب حماة الوطن بالمحافظات لتعريف المواطنين بالإنجازات التي قدمها الرئيس السيسي من أجل بناء جمهورية جديدة تستهدف مصلحة المواطنين، مع تنظيم زيارات ميدانية للوصول لكل المواطنين لحثهم على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم. هذا تقرير أذاعته القناة الأولى المصرية ولأهميته أذعناه مرة أخرى. نعود إلى الحوار مع الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة. كنا نتحدث عن مخاطر انهيار سد النهضة، ولكن أريد أن أسألك عن يعني هذا التعنت الذي ما زالت أثيوبيا مستمرة به، الحكومة الأثيوبية ولم تعر اهتماما لقواعد الملء ولا التشغيل ولا غيره، ومضت بالمرحلة الرابعة. ما هو المستقبل كما تراه يا دكتور؟ هو الحقيقة يعني فيه تعنت كبير من الحكومة الإثيوبية، وهذا بيرجع إلى أسباب سياسية بالدرجة الأولى. يمكن حتى لما زيناوي رفع مواصفات السد من 11 ل 74 مليار، طبعا هو أراد أن يحول السد من مجرد مشروع إلى مشروع قومي زي ما حصل عندنا في السد العالي. الكل تجمع حوله وفاز بالانتخابات وأصبح زعيم إثيوبي وزعيم إفريقي بما أنه عنده الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. فالحكومة الإثيوبية الآن بترى أن هذا المشروع هو مشروع قومي بالنسبة لها، وامتداد المشروع واستهلاكه للوقت بهذا الشكل يخدم مصالح الحكومة الإثيوبية وليس الشعب الإثيوبي، لسبب أن الحكومة الآن إن بتتخفى خلف هذا السد وبتغطي على أي فشل لها في إدارة الدولة وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في إثيوبيا. الشعب الآن منتظر أن ينتهي السد من البناء لكي يعني كما قيل له لكي يجمع الفوائد وينال الأموال والكهرباء وغيره وغيره، ولكن هذا غير صحيح. فمن مصلحة الحكومة أن يمتد هذا الموضوع وأن السد النهضة لا ينتهي الآن، لأن بمجرد انتهائه الشعب الإثيوبي هيبدأ يطالب بالفوائد. طب دكتور، بعض الأطراف
تلوم القيادة المصرية أنها وقعت على مذكرة التفاهم في مارس 2015. هو الحقيقة يعني يمكن الكلام ليس من الآن، إحنا قلناه أيامها. نعم. يعني ده اسمه يعني إعلام مبادئ. نعم. إعلام مبادئ سد النهضة، بمعنى إن الطرفين أو اعتبرنا مصر والسودان طرف واحد، إن هذا إثبات حسن نوايا فقط. وكان في التأكيد على قواعد الملء والتشغيل. لا، هو برضو مبدأ. مسألة مبدأ، لكن ما كانش فيه أي تفاصيل. وذكر أن ممكن بعد كده نعمل لجان ونعمل لجان فنية. أيوة، بحيث نضع التفاصيل، لكن هو نفسه هو اتفاق مبادئ. وبالتالي وفي المبادئ ما حدش هيختلف، وإحنا فتم التوقيع بسهولة، وبالتالي هذا الاتفاق لم يعطي مصر مثلا الحقوق ان احنا نروح نقاضيهم في محكمة عدل دولية او غيره. وايضا لا يعطي اثيوبيا الحق ايضا في بناء سد النهضة بطريقة منفردة. اذا هو يعني كأن لم يكن، بحيث لا احنا قادرين نستخدمه ولا اثيوبيا قادرة انها تستخدمه. ولكن ادارة الازمة مع اثيوبيا، هناك ناس غير راضية عن هذا الكلام، ولكن احنا ما ادرناش الازمة بالشكل الذي يردع اثيوبيا منذ الاول. هو الحقيقه احنا يعني دلوقتي بقى لنا اكتر من 12 سنه. نعم. وما وصلناش لحل. هو يعني نقدر نقول ان الظروف الطبيعيه كانت للاسف ما كانتش معانا، لان اعلان سد النهضه كان في فبراير 2011. في فبراير 2011 واعلن بالمواصفات الامريكيه 11 مليار. وبعدها باسبوعين تم تغيير الاسم من سد الحدود الى مشروع اكس بسعه 64 مليار. ثم بعدها باسبوعين اخرى تم تغيير الاسم لسد الالفيه الاثيوبي العظيم بالمواصفات 74 مليار. ووضع حجر الاساس على هذا التصميم في 2 ابريل 2011. بعدها تغير الاسم ثاني لسد النهضه الاثيوبي العظيم. ثم توالت الاحداث والبناء في سد النهضه في فتره كانت من اصعب الفترات اللي مرت بها مصر. لما نتكلم في 2011 و12 و13 حتى 2014 لما بدانا نتفاوض مع اثيوبيا بطريقه يعني اقوى، كان شروط التفاوض ومسار التفاوض تم تحديده في 2014 واحنا في الفتره الصعبه. بمعنى احنا ما كناش، احنا طالبنا ان بناء السد يتوقف اثناء المفاوضات، لان احنا في البدايه كنا بنتفاوض على مواصفات السد، ان يبقى ارتفاعه كام وسعته كام. طب ازاي انا اتفاوض وانت بتبني؟ طب ما انا على ما اخلص تفاوض هتكون خلصته. طب لو احنا اتفقنا على ارتفاع معين انت هتكون بنيت خلاص. فبالتالي اثيوبيا رفضت واستغلت الظروف في وقتها وقالت ان البناء يختلف تماما، البناء شيء والمفاوضات شيء اخر، فنتفاوض زي ما احنا عايزين لكن البناء لن يتوقف. ومقوله لهم ان لن يتوقف دقيقه واحده. فبالتالي الظروف، فاحنا الظروف ما خدمتناش في المفاوضات سد النهضه منذ البدايه. ايضا حتى السودان، السودان ما كانش واقف معانا يعني في البدايه، يعني في السنوات الاخيره موقف السودان افضل لما شعر بمخاطر سد النهضه. كان عندهم سد صغير بيخزن 5 مليون متر مكعب وانهار ودمر قريه بالكامل. هذا السد شعروا بالخطر. طب لو سد النهضه اللي زيه 15 ألف مره لو حصل يعمل ايه؟ فالسودان لو كان موقفه معانا في من البدايه كان الموقف هيتغير. ولكن احنا بنتكلم بقى على الظروف اللي ادت الى يعني المفاوضات بهذا الشكل، الظروف اللي مرت بها مصر، ايضا الاوضاع في اثيوبيا، ان الحكومات الاثيوبيه كلها عايزه الوضع يظل كما هو بهذا الشكل. والحقيقه في حاجه يعني ده ممكن الحكومه الاثيوبيه تقول يا ريت مصر تيجي تضرب السد، لان الحكومه الاثيوبيه هتقول ايه للشعب الاثيوبي بعد ما ينتهي السد النهضه ولا يجدوا اي منفعه منه، لان مفيش مياه شرب، لان الاثيوبيين عايشين فوق على ارتفاع 2000 و 2500 متر والسد عند ارتفاع 500. يعني اديس ابابا نفسها على ارتفاع 2500، يعني المياه مش هتطلع تاني فوق. وبالتالي الشعب الاثيوبي اللي منتظر مياه بعد موسم الامطار مش هيلاقيها من هذا السد. بالاضافه الى ان حوالين السد مفيش الاراضي الزراعيه، لان اثيوبيا جبال والزراعه هناك مطريه، فاذا مفيش استثمار زراعي داخل اثيوبيا نفسها. ولذلك اثيوبيا طمعت في اراضي سودانيه، في ارض الفشقه في شرق السودان. لان هي دلوقتي بتقول انا خزنت الكميه دي وفي الاخر اعديها للسودان ومصر، طب وانا كنت بخزنها ليه؟ لتوليد الكهرباء بس وبعدين اعدي الميه تاني؟ لا، عايزه تزرع.
فهي طمعت في أراضي السودانية. يتبقى الكهرباء. الكهرباء السد على الحدود، وعلشان إثيوبيا تنقل الكهرباء من السد إلى الداخل الإثيوبي هيبقى في صعوبة، لأن ما فيش الشبكة مش موجودة. إثيوبيا أكتر من 120 مليون نسمة وعايشين في مليون كيلومتر مربع، بس هم غيرنا، إحنا عايشين في الوادي والدلتا. فسهلنا على وزارة الكهرباء إنها توصل لنا الكهرباء، لأن كلنا تجمعنا في مكان واحد فسهل توصل الكهرباء. لكن لو إحنا كلنا موزعين داخل مصر في كل الأراضي الصحراوية وفي سيناء وفي كده، كان هيبقى في عندنا في مصر 60-70% فقط اللي هيبقى عندهم كهرباء، ويبقى إنجاز. فإثيوبيا مستحيل إنها توصل الكهرباء للشعب الإثيوبي في الداخل، إذا لن يجد، لم يشرب ولم يهل الزراعة ولا حتى الكهرباء هترجع، لأن إثيوبيا قالت أنا هبيعها للدول المجاورة. فهنا إزاي تواجه الحكومة الإثيوبية؟ الشعب عند انتهاء سد النهضة، لأن الكل هناك متخيل دلوقتي أن الكهرباء هتدخل بيوت الإثيوبية وأن الرخاء هيعم. طب السؤال دلوقتي دكتور، كيف نعيد الأمان إلى المواطنين السودانيين والمصريين في مواجهة المخاوف من انهيار سد النهضة؟ لا، للأسف الآن إحنا دخلنا بالفعل دائرة الخطر، إن أصبح دلوقتي في 41 مليار متر مكعب، يعني ما حدش يقدر يعني يؤمن مخاطر هذه الكمية. ولكن إحنا دلوقتي بنقول في المفاوضات، المفاوضات رقم واحد نتفاوض على عدم ملء السد بأكثر من هذه الكمية، مش 74 ده، إحنا مرعوبين من 40 مليار، فما بيننا ب 74. فإحنا التفاوض المفروض رقم واحد على السعد، هذه ساعة ضخمة جدا، ازاي نعملها وهي فوق رؤوسنا؟ ولن يدار اثيوبي واحد لو انهار سد النهضة، لانه على الحدود وفي منطقة خالية من السكان الاثيوبيين. لكن تحت من السد في سد روسيرس، ده اول منشأ هينهار، وفي 7 مليار هينضموا لكمية لمياه سد النهضة، ثم بعد كده تتوالى المنشآت والقرى والمدن في السودان، وبالتالي كيف نطلب؟ فاذا نحن دلوقتي في المفاوضات، اذا لم يعني تستجيب اثيوبيا فعلينا هنا بقى العودة لمجلس الأمن مرة أخرى، رغم أن مجلس الأمن في المرة الأخيرة قال زي ما يكون بيقول ما تجوش تاني، يعني مجلس الأمن بيقول، يعني على مجلس الأمن غير متخصص في المياه وبيقولها رسالة للعالم كله، محدش يجيب لنا قضية مياه تاني. وبالتالي لا، احنا بنقول لا، هذه ليست قضية مياه فقط، هذه قضية وجود للشعب السوداني بالدرجة الأولى. احنا في مصر نستطيع الحمد لله بعد المسافة ووجود السد العالي، أنا بقول السد العالي لو منخفض هيستقبل كل المياه بلا أي مشاكل، ولكن ولو كان مليان لدينا مفيد توشكا، ولدينا قناة تحويل موجودة أمام رمز الصداقة، حضرتك عمرنا ما استخدمناها، هي تستخدم في وقت الطوارئ، ولدينا بوابات السد العالي ممكن تفرغ مليار متر مكعب في اليوم الواحد. فإذا هناك احتياطات، يعني حتى بدون ما نقوم بعمل شيء الايام دي، نعم، الاحتياطات اللي احنا عملناها ايام بناء السد العالي، ولذلك هو لم يختار كواحد من اعظم 10 مشروعات في العالم، ما كانش فيها مصري، هذه اللجنه ما فيهاش مصري واحد، فاختير لاسباب علميه وتكنولوجيه، نعم، هندسيه عاليه جدا. فاذا السد العالي الحمد لله يعني نستطيع حمايته، ولكن دلوقتي احنا السودان عايش 20 مليون على النيل الازرق طبعا، وفي كمان يجي 10 مليون بعد الخرطوم، يعني في الخرطوم وما بعدها. فالوصول الى مجلس الامن بان في خطر كبير، وخصوصا ان الامم المتحده شافت دلوقتي موضوع السدود وانهيار السدود، وهذا السد وفي منطقه من انشط المناطق في العالم زلزاليا، وبالتالي هنا نحن في خطر شديد. ومن هنا علينا العوده مره اخرى لمجلس الامن، بس من باب الخطر السد. إذن الخطر قائم، خطر انهيار سد النهضة قائم على مصر وعلى السودان على السواء، ولكن كما قال دكتور عباس شراخي فإن السد العالي الذي بنته ثورة 23 يونيو بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، هذا المشروع الذي ناله من النقد الكثير يأتي الآن ليثبت مصداقية وصحة كل التوقعات. هذا المشروع الذي حمى مصر من أيام الفيضانات يحمي مصر الآن في فترات الجفاف التي تطل علينا بين الحين والآخر، لا يمكن إلا أن نتوقف ونتوجه بالتقدير إلى القائد الذي وقف بكل قوة وبكل جسارة وتحمل الكثير من أجل بناء السد العالي. دكتور عباس شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، ونلتقي الأسبوع القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.